نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. نجوم التاسعة، هنفضل مستنيين رسائل حضراتكم والمواهب وكل يعني ما يملك مبدعي مصر في مسابقة نجوم التاسعة، وهي واحدة من أكبر المسابقات لاكتشاف المواهب على مستوى المحافظات، سواء بنتكلم عن غنى، شعر، قصة قصيرة. قدموا، المسابقة ممتدة لحد آخر الشهر، بعد ما كانت بس لحد نص الشهر. ابعتوا لنا على صفحة التاسعة وعلى صفحة القناة الأولى كل المواهب اللي تقدروا تقدموها، نكون يعني في منتهى السعادة واحنا بنسمع الأصوات الجميلة اللي موجودة في مصر، لأنه ببساطة الفن يعني يمكن دايما بيكون هو الشيء اللي بيحسن الحالة المزاجية عند الناس وبيحسن نفسية الناس. ومسألة أنه عندنا فنانين وعندنا مبدعين كتير، لكن يمكن الناس مش بتعرف ازاي تقدم، وخصوصا الجيل الصغير. ففرصة نجوم التاسعة فرصة كبيرة، ما تفوتهاش ابدا على نفسك. قدم وقدم احسن ما عندك، افضل سجل لحد ما تحس ان انت كده خلاص سجلت احسن حاجة عندك، وابعتها لنا على صفحة القناة الاولى. هنكون في انتظاركم. بعد كده هيكون في لجنة تقدر تختار ما بين هذه المواهب، اكيد لجنة من المتخصصين، علشان تقدر تحدد مين اللي هيكون فائز في هذه المسابقة. واعتقد انه مجرد تحقيق حلمك وانه صوتك توصل وتطلع على شاشة التلفزيون المصري، ده في حق ذاته، في حد ذاته يعني تحقيق كبير وإنجاز كبير لمواهب نفسها تشوف النور.